وزارة الشؤون الاجتماعية والأسرة الموريتانية تطلق بالعاصمة نواكشوط منصة رقمية للخبرات النسائية تستهدف الكفاءات النسائية ونساء الشتات لوضع قاعدة بيانات حول الكفاءات النسوية الموريتانية. وحضر الانطلاقة للإعلان عن فعاليات المنصة الإلكترونية الخاصة بالكفاءات النسائية والتي توصف بالأولى من نوعها في موريتانيا منتخبون محليون ورسميون أغلبهم من النساء. المنصة الجديدة تسعى إلى تعزيز رؤية ومشاركة المرأة من أجل تحديد قاعدة بيانات للكفاءات النسائية المحلية يمكن إدراجها ضمن البرنامج الموجه للنساء. Ne doutons pas aussi que chaque fois que les femmes accèdent à des postes de responsabilité dans les entreprises. لا نقول إلا أن تعليم امرأة يعني تعليم أمة، ويجسد ذلك المكانة المركزية للمرأة في مجتمعنا قديما وحديثا. ولا نقول أيضا إلا أنه في كل مرة يمكن للمرأة في مؤسسة ما، في الوظيفة العمومية، في السياسة، يكون هناك انفتاح أكثر وقرارات أصوب وبطريقة سلسة حسب ما تؤكده الدراسات. ويعد التمكين السياسي والاقتصادي أبرز التحديات التي تواجه النساء ذوي الاحتياجات الخاصة وفق المتحدثة باسمهن، والتي دعت الحكومة إلى لفتة للنهوض بواقع هذه الفئة من النساء. لست بحاجة إلى القول بأن الاهتمام في السنوات الأخيرة الكثير بقضايا المرأة من لدن مراكز القرار يتضح جلياً في المؤسسات ذات الصلة، لكن الاهتمام بالنساء المعاقات ما زال دون المستوى المطلوب مقارنة مع نظيراتها الغير معاقات بالحصول على المشاركة السياسية والترقية في العمل. وشملت الاحتفالية في جانب منها تسجيل بعض النساء المشاركات فيها ضمن قوائم المنصة الإلكترونية حول الكفاءات النسوية الموريتانية، والتي يتطلع القائمون عليها إلى أن تكون مناسبة لتبادل الأفكار والمهارات النسوية من جهة، وتمكين الخبرات النسوية الموريتانية من جهة ثانية.